ناحيه الوزن اتفقت حتى معاهم يعني انه حتى قلت لهم حتى انا شخصيا يعني هذا عمري ما يخالف اطلع معاكم انا اخرج لكم اياكم. تفضل عاد شغله الارصفه صبغ الرصيف هذا ايضا راح يكون له تاثير يعني صبغ السياج كل عدالته ما اعرف ايش هذا فخلي يكون دقه بيد العمل هاي الزيارة مو الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة للسيد المحافظ. بصراحة كان متابع للمشروع من بدايته إلى نهايته ومولي أهمية كبيرة وأي تدليل يعني أي صعوبة هذا قابلت الشركة شركة سعد المنفذة كان السيد المحافظ يعني بصراحة متعاون جدا وذللنا هاي ذللهم هاي الصعوبات وخلى العمل ان شاء الله يجري بصوره صحيحه وبصوره سلسه. العمل طبعا اللي اريد ابينه بس يعني للاخوان المواطنين جميعا هذا الجسر يعني هو الروافد مالته حديديه والسقف ماله كونكريتي. هاي الروافد الحديديه وزنها بحدود 900 طن. مو مثل ما يصور بعض الناس من يشوفها من بعيد يحسبها فد يعني شغله بسيطه. يعني الديكستاب اللي هو سقف الجسر يعني اكثر من 1000 مكعب يعني الحديد التسليح بال 1400 طن يعني فعمل جباره يعني بصراحه يعني بس الان بفضل الله سبحانه وتعالى هذا تم انجازه جميعا يعني من قبل شركه سعد هي الشركه المقاوله. يعني نعم هسه اللي باقي يعني بس اللي باقي واللي أنا يعني من رأيي أنه لا خلي الناس تصبر يعني لا تحكي أنه تأخر وما تأخر لأنه هذا راح تكون النهاية مالته فإذا ما التبليط طلع مضبوط والأسجة مضبوطة يعني كأنما ما حد عامل شيء فالجهود هسه حتى متركزة على تنظيف الجسر مباشرة بالأعمال التبليط بالإضافة إلى الأرصفة وال المقرنص وشغلات الكهرباء مد الكهرباء والإنارة وعملت الإنارة وهذا العمل جاري بيها كلها.